إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالحق المبين والصراط المستقيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفتتح هذه الخواطر بقوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن صفات المستقيمين وطريق الاستقامة. كيف نصل إلى معرفة ديننا، إلى فهم كتابنا، وإلى الوعي بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة لما فترت الهمم وضعفت العزائم أصبح الناس يقبلون بالقليل القليل من التدين، حتى انحصر الإسلام أو انحصر التدين في طقوس محنطة يؤديها الإنسان ولا يجد لها أثرا في نفسه. ولما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما قال في الصوم لعلكم تتقون، يعني الصوم يعلم الإنسان التقوى، والصلاة تحمي الإنسان من السقوط الأخلاقي والسقوط الفكري. الصلاة عنصر فاعل في الإنسان تحركه نحو الخيرات والفضائل، لكن لما نرى صلاة تقام وسلوكا يهدم، نرى صوما نؤديه بلا روح دون أن يغير من أخلاقنا من أدائنا من فعلنا من تقدمنا، فلابد أن نتهم أنفسنا، ولابد أن نقول: لماذا لم نتقدم بصلاتنا، ولماذا لم نتقدم بصومنا، ولماذا لم نتقدم بحجنا؟ ستكون الإجابة واضحة، أن الصلاة عادة متبعة، والصوم كذلك، والحج كذلك، فأصبحت العبادات عادات. لما أفرغت تلك العبادات من روحها لم يعد لها أثر ولا دور في تقويم حياة الإنسان وتقويم حياة الجماعة. نحن نحتاج إلى نخب علمية تملك عنصرين أساسيين. العنصر الأول
المعرفة والفقه، العمق في المعرفة، العمق في الفقه، معرفة علوم الوسائل وعلوم الغايات، معرفة آليات فهم النص القرآني، معرفة آليات فهم السنة النبوية، هذا العنصر الأول. لكن العنصر وحده لا يكفي، العلم وحده لا يكفي، العلم المجرد وحده لا يكفي. فكم من حافظ للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من فقيه يدعي الفقه وهو ليس من الفقه في شيء، حناجره طويلة في الخطب، لسانه يثرثر بالفقه لكنه لا يملك من ذلك شيئا. إذا نحتاج مع العلم والمعرفة الجانب التربوي والجانب السلوكي. علم بلا تربية لا قيمة له على الإطلاق، وتربية بلا علم لا تؤدي دورها. نحتاج إلى ذلك العالم العارف المتعمق في العلوم الشرعية وعلوم الدنيا، لكنه يملك من مقومات الأخلاق والإيمان بالقيم والمبادئ إيمانا كاملا كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام جاء لتحقيق هذا الهدف، تحقيق شخصية متوازنة متكاملة واضحة، سريرتها كظاهرها، عملها وإن كان قليلا لكن نفعه كثير. جاء الإسلام يخرج لنا العباقرة الذين يقودون الأمة ويحققون للأمة الشهود الحضاري، لا بعلمهم الحسابي فقط لكن بأخلاقهم، بضميرهم المهني، بقناعاتهم الإيمانية، بخشيتهم من الله سبحانه وتعالى، باحتساب أعمالهم لله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا جمع الإنسان بين هذين الحسنين فقد أوتي خيري الدنيا والآخرة. هذه هي الاستقامة. نحن يا إخوة الكرام في بلدنا كان البيت في زمن ما كان البيت لا يحتاج إلى بيت آخر في الفتوى من كثرة العلماء، وإذا لا تزال فينا بقية خير إلى الآن، والبقية الخير موجودة ولله الحمد، فورثناه من أولئك الرجال الذين هيئوا لنا هذه الأجواء. أليس من الواجب علينا أن نواصل الطريق؟ أليس من الواجب علينا أن نحفظ الأمانة؟ أليس من الواجب علينا أن نحفظ الكرامة؟ أليس من الواجب علينا أن نغار على ديننا وعلى كرامتنا وعلى إسلامنا؟ قلنا مشكلتنا هنا لما غابت النخب العلمية وأصبحت الساحة فارغة من العلماء، انتشر في الأمة كم هائل من الخطباء والوعاظ يخبطون خبط عشواء، فأصبحنا نحاضر وإحنا نخاطب الناس ونحاضر نخطب وإحنا نتكلم، نخطب وإحنا نحن نناقش، نخطب ونحن نتحاور، نخطب ونحن نفكر. أصبح غلب علينا الخطاب الذي يحرك مشاعر لكنه لا يبني قيم في الإنسان. ووجدنا الشباب تائهين، من يسمعون؟ من هو الذي يملك الحقيقة؟ هذا يحلل وهذا يحرم، هذا يقدم هذا يؤخر. أصبحت القنوات الفضائية مليانة بالوعاظ والمرشدين، كلهم يملكون القدرة على الخطاب لكنهم لا يملكون القدرة على البناء. هذا مع وجود استثناء لا محالة، لكن الذي ملأ الساحة على المنابر الجماعية وفي الدروس وفي القنوات أولئك الذين يحركون المشاعر ويقولون لك كلام عام، اتق الله واخشى الله وكلام عام لا يرسو في النهاية على فهم في أذهان الناس. فكيف أتقي الله؟ ما هو طريق الاستقامة؟
هل طريق الاستقامة بالنسبة للمرأة، هل طريق الاستقامة أن تبيت طول الليل تقيم تصلي النوافل لتضيع حقوقا واجبة مع زوجها؟ هل هذه من الاستقامة؟ هل من الاستقامة أن تبيت طول الليل تقيم الصلاة ركعتين لتنام عن صلاة الفجر أو لتنام عن واجباتك في معترك الحياة؟ إذن اختل التوازن، وكثير من الناس أصبحوا يرون الاستقامة من زاوية واحدة. المهم أني أقيم الليل وأصوم النوافل وأحج كل سنة وأعتمر مرتين في السنة، أما ما وراء ذلك فلا يهم، أن أعصي زوجا أو أعق والدا أو والدة أو أقطع رحما أو أهمل عملا وواجبا أو أحرم الأمة من مكاسب في مجال الإنتاج والعطاء. فلما اختل الميزان كثر الناس الذين يتكلمون عن عن القيام وصوم النافلة، لكن لم نجد أناس يتكلمون عن الإنجاز الذي يجعل للأمة الريادة والقيادة، الأم التي تصنع طعامها بيدها ولباسها بيدها ووسيلة دفاعها بيدها وتربي أولادها بنفسها، لا تحتاج إلى مناهج غريبة عنها. في الحقيقة الواقع غير هذا. هذا للعلم حتى لا نفهم الأمر فهما خاطئا، قيام الليل من أفضل الأعمال ما لم يكن على حساب واجب، صوم النافلة من أفضل الأعمال ما لم يكن على حساب فريضة. لابد أن نفهم هذا، كيف نستطيع أن نحقق التوازن؟ إذن الاستقامة يا إخواني أن تحقق التوازن في حياتك. إذن الله تعالى علمنا أن حسن العبادة هي التي تجعل الإنسان مستقيما ثابتا قويا معطاء فعالا في الأمة يسعى نحو الخير له ولغيره. هذه الاستقامة الصحيحة، عبادة قليلة تبدو لنا لكنها فاعلة. وانظروا قصة ذلك الرجل الصحابي الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. في اليوم الأول رجع له، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فتبعه عبد الله بن عمر إلى بيته وقال له: لاحيت أبي، خصمت أبي، وهل لك أن تقبل في بيتك لمدة 3 أيام حتى يهدأ غضب أبي؟ قال: أهلا وسهلا. فالكريم لا يرد الكرماء. قال: فبت 3 ليالي أرقب ماذا يفعل هذا الرجل من الأعمال التي بوأته إلى الجنة بشهادة صلى الله عليه وسلم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبعد 3 أيام فرأى الرجل يقوم يصلي صلاة الفجر بالجماعة ثم ينطلق إلى عمله ويعود إلى البيت بعد صلاة العشاء ينام، ليس له عمل أكثر من هذا. فقال: يا رجل والله ما لحيت أبي، صراحة ما غضبت أبي ما غضبته، لكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنك من أهل الجنة، فماذا تفعل؟ دلني. قال: أنت كما ترى، كما تشوفين، لكني لا أحمل في قلبي غلا لمؤمن أبداً.